تقتل حبيب القلب؟ قلت لك فريد ما بقى لا بحياتي ولا بتفكيري. طمني. مين قالك ان انا عم بحكي عن فريد؟ حبيبتي انا عم بحكي عن الشاب الحلو اللي مسدود بالحبس بسببك وانت مغرومه فيه. عبالك نروح نزوره ونطمن عليه انا وياكي؟ خايفة مني ما هيك؟ بفهمك، أكيد عم تفكري أنه مش ممكن سوريا تكون منيحة معي هالقد. يمكن عم تفكر بشي كرمال تركب لدرب. لا مش هيك، مش عم بقول أنك عم تعملي ضرب فيه، بس عم فكر وين مصلحتك لحتى عم بتساعديني. بس الجواب واضح، أنت من مصلحتك أن أحب حدا تاني لبعد لك عن حبيب قلبك، مع أنه صرت قلت لك 100 مرة أنه فريد ما بقى لا بتفكيري ولا بحياتي، بس شكلك ما بدك تصدقي. برافو ضحى، برافو. هيدا أول مرة بكتشف أنه الأميرة الصغيرة صارت تعرف تحلل، بس المشكلة أنه تحليلك غلط. مصيبة أنه أنا كمان فريد بطل بعقلي. اف هيك خلص حبك القوي بسرعة؟ ما من كم يوم كنت مستعدة تنتحرق إذا أنا ويا خطبنا. شفتي؟ يعني حتى أنا مرات بستغرب من حالي، مرات أنا ما بفهم على حالي. المهم هلا بي حابسة بقوتك وحابس هالشاب وزيته بالحبس وأنت قاعدة هون عم تبكي. إذا بدك أنا مستعدة ساعدك بهذا الموضوع. واضح. أنا ناطرتك بالأوضة. ما بعرف. إذا عبالك تشوفيه قولي لي. أنا بأوضتي. كيف بدك تساعديني؟ ما أنا مزروبة هون بالبيت وبي ناطرني برا. عندك شك بقدراتي؟ أنت قولي إيه؟ واترك البيع عليا. أنا بودي.